هنالك دور للجمهورية العراقية في القضية الفلسطينية والمحافظة على الأرواح الشعب الفلسطيني لما حصل من ضرر كبير في مستويات فقدان الحياة للشعب الفلسطيني والضغوطات التي تأتي نتيجة الحرب التي تتولاها أمريكا والتي تدعم بها الإسرائيليين، وبالتالي هذا التحرك العربي ربما قد يكون هنالك مرحلة جديدة لغرض تهيئة جسور التعاون واستمرار الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني. يعني يبدو لدولة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني دور بارز في التحركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية وأيضا في قضية الحرب في غزة. توجه السيد السوداني إلى تونس بعد زيارة مماثلة إلى مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولمباحثة أو التباحث في قضايا مهمة منها التجارية والاقتصادية والسياحية بعد انفتاح تذاكر الطيران أو بعد انفتاح رفع الفيزا التونسية للعراقيين. حياكم الله. أقلعت من بغداد وحطت رحالها في مدينة العلمين. ماذا حملت طائرة الرئيس؟ تطورات في المنطقة ومشاريع في العراق وتجارب واعدة في مصر، وحديث غزة لا بد أن يكون حاضرا على الطاولة. لقاءات سياسية ومثلها دبلوماسية، وما بينها حديث الاقتصاد والإعمار، فرص استثمارية طرحت أمام كبار التجار والمستثمرين. فهل سنجلب الاستثمار إلى العراق؟ أسئلة كثيرة وكبيرة تدور في فلك الشارع، ولا جواب لها إلا تطبيق على أرض الواقع يترجم لغة المذكرات والاتفاقات. فمهما كان الاهتمام حاضرا سيبقى قليلا مقارنة بالطموح، كالطموح المشروع والمفقود في واقع المدن السياحية الدينية. فلا إيرادات تعاظمت ولا مشاريع أقيمت، فمتى سينهض هذا الواقع ليكون على قدر لاسم كبير في العراق وهو عراق المراقد والمساجد؟ ملفنا الأول راح يكون عن زيارة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني إلى مصر، ما لها وما عليها، وراح نبدي ملفنا بالحديث مع موفدنا إلى هناك ظفر علي. حياك الله ظفر. نعم، إذا كنت تسمعني ظفر. نعم، سنعاود الاتصال من جديد بالزميل ظفر. الآن أرحب كل الترحيب بالأكاديمي والسياسي السابق دكتور نديم الجابري. حياك الله. حياكم الله، يا مرحبا. أهلا وسهلا دكتور. بصراحة يعني هذه الزيارة الثانية إلى مصر في حكومة السيد محمد الشيع السوداني، ما الجديد؟ لماذا كل هذا الترقب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف يعني التحركات السياسية للحكومة العراقية ولرئيس الوزراء بالتحديد حقيقة ما مرسومة بشكل جيد، لا من حيث الموضوعات ولا من حيث البروتوكولات ولا من حيث القضايا التي يذهب إليها. هذه الزيارات يفترض ما تكون زيارات روتينية. رئيس، احنا عندنا نظام برلماني، وفي النظام البرلماني رئيس مجلس الوزراء هو صاحب السلطة التنفيذية العليا في العراق. طيب. وبالتالي تنقلاته يجب أن تكون محسوبة بدقة،
يعني عندما يذهب إلى زيارة. شو حكمت على تنقلاته بأنها ليست محسوبة بدقة دكتور؟ يعني كثرة الزيارات يعني ما تعطينا انطباع أن هنالك تقدم ملموس في العلاقات المصرية العراقية. طيب. وإذا تلاحظين مثلا سأعطيك فد مؤشر على عدم النجاح في هذه الجهود، لحد الآن ما صار فتح منافذ البلدين على مواطني البلدين، يعني لا العراق فاتح حدوده ومنافذه على المواطنين المصريين بسهولة ويسر، ولا المصريين فاتحين منافذهم للعراقيين بسهولة ويسر. عادة علاقات لما تكون متينة بهذه الشكل، نعم، وزيارات على أعلى مستوى متكررة، غالبا ما تنعكس على المواطنين. يعني احنا ليش مثلا ذاهبين الى مصر؟ احنا نقول بسم الله حتى تنعكس على المواطنين. يعني هسه انت عندك مصر عندها باع طويل في الاستثمار وبناء المجمعات السكنيه، شنو المانع انه نستثمر هذا الموضوع في العراق؟ بالعكس، يعني انا اشجع على الحراك الحكومي تجاه البلدان العربيه. ويعني الشيء الايجابي في هذه الزياره انه ركز على قطاعين مصر فيها كفاءات وفيها خبرات في هذين المجالين. نعم. مصر متقدمة في ميدان الزراعة، مصر متقدمة في ميدان الإسكان، يعني عندهم تجارب نموذجية، يعني ينشؤون 100,000 وحدة سكنية مثلا خلال 6 أشهر، واحدة هاي من تجاربهم، ممكن نقلها للعراق والاستفادة من هذه الخبرات. أنا لا أقول أنه الزيارة لا تنفع، لا، زيارة تنفع، لكن مشكلتك بترجمتها على أرض الواقع؟ أريد تترجم على أرض الواقع، أريد يعني ثمارها تتضح للمواطن، حتى المواطن ما يقول أنه أنا ليش رايح رئيس وزرائي إلى فلان بلد. يعني هسه أكو شيء ملفت للنظر، يعني ما أعرف شنو دلالته، يعني ماذا خص بالزيارة مصر وتونس اللي هي لهذه اللي هي موطن ثورات الربيع العربي؟ هل هي صدفة؟ لك لهذه النقطة، لأن بالفعل هذا السؤال تكرر كثيرا، ولكن أود أن أفهم من مفدنا إلى هناك ظفر علي. حياك الله ظفر، ممكن تحدثني عن تفاصيل زيارة السيد السوداني إلى مصر؟ ما أبرز اللقاءات ومخرجات الزيارة لغاية اللحظة؟ أهلا وسهلا بي سيد فرح، حياك الله. سألتك عن مخرجات اللقاءات، نعم، التي قام بها السيد السوداني. نعم، فرحبطت الطائرة الرئاسية في مطار العلمين الدولي، نعم، الساعة 9:30 بتوقيت بغداد وأيضا بتوقيت القاهرة. استقبل السيد الرئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس السيسي دولة رئيس الوزراء السيد السوداني بحفاوة كبيرة، وكان حقيقة على رأس وفد مصري كبير ودبلوماسي مهم جدا. كانت هناك مناقشات كبيرة جدا ومهمة جدا على مواضيع تخص اليوم الشرق الأوسط، وبالتحديد قضية فلسطين، حيث اتفق الطرفان على موضوع مهم جدا، وهو موضوع انه الفلسطينيين يستحقون دولة وعاصمتها القدس. هذا كان محور مهم جدا. المحور الآخر اللي تكلموا عليه أيضا هو موضوع التعاون الاقتصادي بين مصر وبين العراق، وتبادل الخبرات، خاصة الخبرات المصرية بموضوع الإنشاءات بالبنى التحتية وبناء المجمعات السكنية. أكثر الأمور حقيقة الناجحة اللي كان يتكلم بها الوفد المصري، وممكن نسخ هذه التجربة، هي موضوع تجربة إزالة العشوائيات في مصر. مصر في السنوات السابقة كانت تعاني معاناة كبيرة جدا بموضوع العشوائيات اللي كانت حقيقة تأثر تأثير كبير جدا اليوم على حتى المنظر العام بمصر. حلت هذه المشكلة حقيقة بوجود مستثمرين ورجال أعمال مصريين بتوزيع اليوم المجمعات السكنية واطئة التكلفة. حقيقة بعد هذا الانتهاء والاستقبال الرسمي، كان بعد الغداء هناك اجتماع وهناك لقاء بين دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، اللي كان الوفد هو من وزير الخارجية ووزير التجارة وأيضا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار. التقوا مع رجال أعمال مصريين،
حقيقة سألت بعض المحللين، بعض الدبلوماسيين اللي كانوا موجودين معنا أثناء رحلتنا إلى مصر، تحدثت لماذا اختار الوفد الرسمي، لأن مثل ما تعرفون أنه الدعوة هي ليس أنه طلب من العراق زيارة جمهورية مصر. نعم. العربية، هي دعوة من الرئيس السيسي إلى سيادة رئيس الوزراء السيد السوداني. اختاروا اختيار حقيقة ذكي جدا، هي منطقة أو مدينة العلمين. مدينة العلمين هي منطقة صحراوية حقيقة، يعني ندرة الماء العذب بيها متأثرة، يعني منطقة منسية جدا. يعني العلمين شهرتها سابقا وماضيا في القرون الماضية أنه حدثت بها أهم المعارك في الحرب العالمية الثانية، ولكن تحولت هذه المدينة إلى مدينة سياحية، مدينة تجذب اليوم رؤوس الأموال، مجمعات سكنية، طرق، جسور، إنشاءات عملاقة. أنا الآن في الفندق اللي حقيقة يستقطب أو يستضيف الوفد العراقي، فندق عملاق. نعم. جدا، سياحة كبيرة جدا من مختلف البلدان الأوروبية والبلدان العربية. فحقيقة كان اختيار مدينة العلمين من الجانب المصري هي تقريبا كنموذج. طيب. اليوم للجانب العراقي أنه تستطيعون. نعم. أنه تستخون مثل هذه التجارب في بلدانكم. شكرا ظفر. إذن أستاذ نديم، غزة تعاون اقتصادي وإزالة العشوائيات، هذه أبرز النقاط اللي تفضل بها زميلي. أيضا كانت ليس الزيارة حتى تكون محسوبة أو غير محسوبة من قبل السيد السوداني، هي دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يعني حضرتك استمعتي لتقرير الموفد القناة وتحدث عن مجموعة من المحاور. نعم. الأساسية اللي رافقت هذه الزيارة. زي. الملاحظ في هذه التغطية أو المعلومات اللي وردت في التغطية إنها يعني خطوات توصيفية، خطوات نظرية، نستطيع أن نقول أنها تبنى على أساس النهايات السائبة، يعني اللي ما تتحول إلى اتفاقيات حقيقية. يعني اللي رايح إلى مصر واختيارك لمصر في مجال الإسكان والزراعة اختيار موفق، مصر في هذين المجالين متقدمة، لكن مو الأولى أن تهيئ مستلزمات الاستثمار في الداخل حتى الشركات تأتي إلى العراق وتقوم بالاستثمار؟ شنو اللي ناقص الاستثمار بالداخل؟ مشكلتنا تشريعية، مشكلتنا إدارية، يرادلنا تعديل. لا، يرادلنا تعديل لقانون الاستثمار، لأنه قانون الاستثمار مصنف على أنه قانون غير مشجع. هذا واحد. اثنين، عندك البيروقراطية في الإدارة العراقية واضحة جدا وتعرقل أي مشروع من مشاريع الاستثمار. عندك الفساد المستجري يعرقل عمل الشركات الأجنبية أو العربية التي تريد الاستثمار في العراق. عندك البيئة عموما مو بيئة آمنة 100% بحيث تكون مفتوحة للاستثمار. دكتور نديم، يعني هسه عندك الحكومة العراقية أعطت استثناءات للمستثمرين من بعض القيود المالية. أيضا ممكن أنه يكون قانون الاستثمار مالتنا جيد بالنسبة للمستثمر إلى حد ما، يعني طيب هذه كلها حتى إعفاءات ضريبية ممكن تقدم للمستثمرين. طيب هسه إحنا عندنا مشكلة بالمجمعات السكنية، عندك مساعدة للمستثمر لكن أسعار المجمعات خيالية، ممكن إذا الحكومة العراقية رادت تخطو هذه الخطوة رح نشوف المجمعات السكنية حالها حال المجمعات السكنية اللي انبنت بأسعار باهظة وخيالية؟ ايه، ما أنا ليش أقول لك إنه الخطوات ما مدروسة؟ يعني هو مشروع الاستثمار، وإحنا لما نريد نسوي استثمار إذا عندنا هدف نريد نصل إليه، الهدف هو الأصلي هو خدمة المواطن. يعني أنا أسوي استثمار في قطاعات تنعكس على المواطن، فإحنا عندنا أزمة في العراق، أزمة سكن. أزمة السكن في العراق أزمة حادة مو ثانوية، حادة على ناس. يعني وناس دكتور، بين أربعة، العراق بحاجة إلى أربعة إلى خمسة، بين أربعة إلى خمسة مليون وحدة سكنية. فإذا عندي ناس عوائل كثيرة ما عندها سكن، إذا لازم أسوي استثمار يخدم الطبقات السياسية، الطبقات الاجتماعية التي هي بحاجة إلى هذا المشروع. وهي المشكلة شنو دكتور؟ حتى ما تتفضل به على ناس وناس أصبحت هنا ما عندنا حالة، ما عندنا حالة الوسط، لو أغنياء وعنده أربع وثلاث بيوت، لو شخص معدم ما عنده سكن. هذا سوء التخطيط الحكومي.
يعني ماكو عاقل يختلف على نجاح مشروع بسمايه الاستثماري. ماكو واحد ما يقول انه مشروع بسمايه يقول مشروع فاشل، لا، مشروع ناجح وخدم يعني على الاقل 100,000 عائله خدمها هذا المشروع، مشروع مرتب نظيف مخدوم وبأسعار معقولة. أما باقي الاستثمار فهو يعني مضيعة للجهد والمال ولا يعد من الاستثمار بشيء. هذه المجمعات السكنية الفخمة اللي تشوفيها ليس لها علاقة بالاستثمار، هذه تدخل بالمضاربات وتدخل بالبيع المتبادل بين أثرياء العراق. ماكو مواطن يستطيع، لكن هذه المساحات في وسط بغداد أستاذ، في وسط بغداد يعني خنقتها البغداد، أنت تمشي وتشوف مجمعات سكنية. هذا أحسنتي، هذا جانب. أي. أولاً مشاريع استثمار ما يصير بالمناطق المكتظة، مو صحيح؟ يعني هاي واحدة من النقاط الأساسية. ليش أقول لك أكو سوء تخطيط؟ ماكو تخطيط. المول بالمناطق المكتظة، الورش بالمناطق المكتظة، المجمعات السكنية في المناطق المكتظة. أنا ليش ضربت المثل في مجمع بسماية؟ لأنه في منطقة نائية، خلقنا مدينة في منطقة نائية، إذا نحن قلبنا من زخم السكان والمرور. زين، هم ليش هسه ما يتعلمون من مدينة العلمين؟ يعني منطقة صحراوية بندرة المياه وهسه أصبحت مكان لاستقبال الوفود ربما في سنة. زين، وين الإنجاز لما أنت تبني في وسط بغداد في المناطق المكتظة؟ ألفت نظرك إلى يعني نقطة أخرى فيها خلل في الزيارة. شنو هي؟ يعني رايحين نريد نستفيد من تجربة معينة، وهذه التجربتين اللي رايحين لها مصر والسودان اثنيناتهم بيهم أنظمة سياسية لا تشابه النظام السياسي العراقي، فأنا المفروض من أروح على بيئة أو نظام على الأقل مشابه لنظام الحكم في العراق. الرئيس السيسي رئيس جمهورية وصاحب السلطة العليا في البلد ويستطيع أن يتخذ القرارات. يعني مثلا على سبيل المثال قصة العشوائيات، الرئيس السيسي يستطيع أن يحلها، يستطيع أن يستخدم القوة في إزالة، يستطيع أن يعوضهم، يستطيع أن يبني. حكومتنا لا تستطيع استخدام القوة مع العشوائيات. نعم لا تستطيع، نعم لا تستطيع، لأنها مادة انتخابية راح تبقى متداولة في كل الانتخابات. ذكرت تونس وكان لك تحفظ على زيارة تونس، شنو؟ لا مو تحفظ، أقول تونس ومصر يعني انطلقت ثورات الربيع العربي من تونس ثم انتقلت إلى مصر. زين، يعني أنت ما أعرف هسه شنو الربط، ليش يعني الزيارة هسه مصر تلقى دعوة منها تونس؟ إيه ليش راحت إلى هاي البلدين بالتحديد؟ طيب. هذا يعني ممكن خلي نوع من أنواع التساؤل. خليني أسأل العضو الوفد المرافق للسيد السوداني الأستاذ علي فضل الله، حياك الله أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. بصراحة لماذا مصر ولماذا تونس؟ يعني الجميع يسأل عن سر وجهة رئيس الوزراء إلى هاتين الدولتين. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الدعوة للاستضافة سيد فرح. قطعا العراق لديه سياسة جديدة، سياسة الدبلوماسية المنتجة، ويطمح العراق أيضا من خلال خلق شراكات اقتصادية الذهاب إلى تحقيق حالة من الأمن المستدام داخل المنطقة. الكل يعلم أنه باجتماع الرياض اللي قبل حصل قبل عام أو أكثر، دولة الرئيس الأستاذ محمد الشاه السوداني أطلق مبادرة أو استراتيجية أو سياسة سميت بسياسة التكامل الاقتصادي العربي، الذي من خلاله سيكون هنالك تعشيق للأمن العربي المشترك، وبالتالي نذهب إلى تحقيق أمن مستدام ما بين دول المنطقة الدول العربية. أعتقد تحديدا مصر أنه هنالك وحتى تونس لدينا مشتركات مهمة خصوصا في موضوع التحديات الأمنية ومحاربة الإرهاب. العراق ومصر وتونس لديه عامل مشترك مهم في هذا الجانب، وكل هذه الدول عانت ما عانت من الإرهاب. أضف إلى ذلك خبرة الشركات المصرية
وكلفة أيضا الشركات المصرية بنفس الوقت التي تكون واطئة الكلفة نسبة للشركات العربية والعالمية قد تكون هي السبب الذي دعا دولة الرئيس بالتوجه إلى مصر. أيضا القضايا الإقليمية والمحورية وخصوصا القضية الفلسطينية هي قضية مهمة بالنسبة للجانب العراقي وللجانب المصري وحتى للجانب التونسي باعتبار أن هاتين الدولتين كانتا منطلقا لانطلاق اجتماعات الجامعة العربية. إذن هنالك عوامل مشتركة كثيرة تطلبت من العراق الانفتاح على المحيط العربي، وأعتقد هذه الزيارة قد تقع في باب تعشيق العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية. نعم. ما بين الدول العربية. أستاذ علي، هذه ليست الزيارة الأولى، يعني هل العراق لا يزال يحتاج إلى تعشيق العلاقات؟ يعني كل هذه الفترات ونحن نقول الانفتاح على الحضن العربي وغير هذه الأمور، لكن بالفعل ما الذي تحقق على أرض الواقع؟ اليوم المواطن ما إلى علاقة بكل هذا الكلام الدبلوماسي والسياسي، يقول لك أنا شو مستفيد من هذه الزيارات وماذا تحقق بالفعل؟ سيد فرح، أنا أعتقد يعني ومو بعيد عن جنابك أن الشركات المصرية بدأت بالدخول للسوق العراقية، يعني في موضوع فك الاختناقات أن هنالك عمل كبير ودخول شركات مصرية مهمة في هذا الموضوع. إذن موضوع الاستثمار قد يكون هو من أهم العوامل اللي طمح دولة الرئيس الأستاذ محمد الشيخ السوداني. وأكرر، الشركات المصرية لديها ميزة، أولا الخبرة الكبيرة في موضوع البنى التحتية، بالإضافة إلى جانب مهم أنه هذه الشركات دائما لديها مشاريع قد تكون من حيث الكلفة هي الأقل عطاء، يعني كقيمة نقدية تقدم إلى الدولة العراقية، فبالتالي هذا الجانب قد يكون هو السبب المهم. أيضا الجانب المصري لديه خبرة كبيرة جدا ومتطور في بعض الصناعات المهمة، وكذلك قطاع الزراعة، والكل يعلم أن القطاع الصناعي والزراعي العراقي معطل منذ عقود، فبالتالي هو يعمل من خلال هذه الزيارة وزيارة تونس. طبعا تونس تعد من الدول المتميزة في الجانب السياحي والجانب التكنولوجي والطبي والتعليمي، فبالتالي هذه الأمور تؤخذ بنظر الاعتبار. أيضا العراق عانى عزلة سياسية على المستوى الدبلوماسي في العلاقات العربية، اليوم يريد كسر هذا الطوق، وأعتقد العراق نجح إلى حد ما خصوصا مع قدوم حكومة السيد السوداني وانطلاق الدبلوماسية المنتجة والتي حققت إلى حد ما علاقات متوازنة مع الدول العربية. العراق كان معزولا من قبل الدول العربية. اشتراك الدول العربية للدخول للسوق العراقية أعتقد سيكون عاملا مهما في تحقيق الأمن المستدام. طيب أستاذ علي، حكومتنا لديها سوء تخطيط، يعني حضرتك الآن في مدينة العلمين المصرية وأنت تعلم هذه منطقة صحراوية بعيدة، لكن الحكومة المصرية استثمرتها وأصبحت قبلة سياحية لاستقبال الوافدين. اليوم الحكومة العراقية عندها هذه الدقة في اختيار المناطق والأماكن والاستثمار، واليوم العراق بيئة جاذبة لو طاردة من وجهة نظرك؟ أحسنتي، أنا فاتني أن أذكر الجانب السياحي سيد فرح. أحسنتي، مدينة العلمين بالمناسبة هي فعلا منطقة ظاهرا صحراوية لكنها منطقة تحادي البحر الأبيض المتوسط، وخيرا فعلت الحكومة المصرية متمثلة بالسيد السيسي أن جعلت من هذه المنطقة اليوم واجهة اقتصادية سياحية، هنالك استثمارات حقيقة يعني على مستوى عالي جدا، يعني أبهرني ما شفناه حقيقة كوفد في منطقة العلمين على مستوى المجمعات السكنية ومستوى الفنادق وحتى الشركات والمصانع اللي دخلت في هذه المنطقة. نعم، من المفترض أن العراق من خلال هذا الاحتكاك ووجود وفود رسمية تزور هذه الدول قطعا يجب نقل هذه التجارب إلى الجانب العراقي، إلى السوق العراقية، وأعتقد هذا الموضوع بدأنا نتلمس حقيقة مفاده من خلال وجود الآن حركة كبيرة جدا في مجال قطاع الاستثمار على مستوى البنى التحتية. أتوقع أيضا على السنوات القادمة سيكون لدينا نقلة نوعية في قطاع السياحة ودخول الشركات المهمة للسوق العراقية. بالمناسبة
كل العالم هو يربو وحقيقة وينظر للسوق العراقية على أنها سوق ناشئة مهمة جدا وتحتاج إلى دخول استثمارات كبيرة جدا، والسوق العراقية تتحمل دخول هذه الاستثمارات باعتبار أن العراق يحتاج إلى الكثير من البنى التحتية. وقطعا القطاع السياحي سيكون من أهم القطاعات الرافدة للقطاع الاقتصادي. طيب إذن دكتور نديم، يعني مدينة العلمين بها البحر المتوسط، يعني محاذية للبحر المتوسط، لذلك قد تكون واجهة سياحية. اليوم احنا شو ممكن نختار ويصير عندنا واجهة سياحية بندرة المياه وقطعها من تركيا؟ يعني هواي عندنا ترى مشاكل بنانة التحتية مدمرة دكتور. أنا قبل قليل قلت لك الخلل عندنا، ماكو سياسة مخططة في العراق. سياسات الحكومية أو السياسات العامة كما تعرف سياسات ارتجالية ما مخططة سلفا. يعني أنت رحت هسه إلى مصر، ومصر عندها خبرات في ميدان الزراعة بلا شك. طيب سويت اتفاقيات مع المصريين للاستثمار في القطاع الزراعي، وأنت أصلا ما حال مشكلة المياه لا مع تركيا ولا مع إيران؟ مو أنت الأولى قبل ما تروح تطلب الشركات وتريد تجي ناس تستثمر بالزراعة غير تهيئ لهم المستلزمات العمل؟ والله أنا هذه ما فهمت، لو يجيبون براميل وياهم من النيل، حتى كهرباء إحنا مالتنا مزعزعة، الوضع الأمني غير مستقر. ماذا أفهم الموضوع دكتور؟ الموضوع أنه زيارات مع نهايات مفتوحة، وقعنا مذكرات تفاهم، أنا لخصت كل زيارة تصير زين. وقعنا مذكرة تفاهم فيما يتعامل مع جنرال ومع مدل الشركة المصرية ومع الشركة التونسية وكذا، وندير وجهنا ونروح وتنتهي القصة. والمواطن شو يسوي؟ والمواطن يدفع الثمن. شلون يدفع الثمن؟ يعني ينتظر خير لو يقول لك عوضي على الله وانتهى ما يتحقق له شيء. إذن يعني أنت أي استثمار، يعني مادة الاستثمار في الزراعة هي المياه، وأنت عندك مشكلة جوهرية 80% من مواردك المائية من تركيا. هذا موضوع المياه والسياحة، ما نقدر نطور واقعنا. والسياحة ليش زعلتوا لما تحدث السفير البريطاني قال ترى الأمن في العراق هش؟ ليش ما قلتوا خلي ندرس هذا التصريح؟ تصريح مسؤول كبير. وشنو ليش هم تصريحاتهم تؤخذ دكتور على وجه؟ لازم تؤخذ. هم 24 ساعة يتحدثون بما غير موجود على أرض الواقع. أكثر شخصيات يؤخذ بها وتدرس تصريحاته هي تصريحات السفير البريطاني اللي يكون موجود في العراق في بغداد بالتحديد. هذا يؤخذ بنظر الاعتبار. ليش؟ البريطانيين خبراء في الشأن العراقي، ولذلك من يتحدثون عن هذا الموضوع لازم نتعامل وياه بشيء من الجدية، مو مجرد انه ما خالف هوانا لازم نبدي نهاجمه. وانت تعرف تصريحاتهم عادة تكون متطرفة ضد العراقيين. لا البريطانيين ما معروف عنهم لا التطرف ولا التهور. بعد ماذا يقصد هذا الحكمة بهذا التصريح؟ البريطانيين مو الامريكان، هذا اللي تتحدث فيه الامريكان. ايش يقصد لعد بهذا التصريح؟ قصد ان يعني رسالة، هي رسالة. رسالة. هسه رسالة موجهة للداخل، موجهة للخارج. يجب أن تفهم، لكن تؤخذ بنظر العالم راح يتعاطى معها بجدية. اسمح لي الآن أن أرحب بالأستاذ عامر الفايز، عضو لجنة العلاقات النيابية الخارجية. حياك الله أستاذ عامر. حياك الله. أنا مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ. يعني هناك تجارب أو مشاريع سيتم نقلها إلى العراق أم أنها زيارة بروتوكولية فقط وإعلامية ليس أكثر؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الزيارة ليست بروتوكولية ولا إعلامية. الزيارة هي سلسلة من الزيارات التي يقوم بها الدولة رئيس الوزراء إلى دول المنطقة ودول الجوار وحتى دول العالمية في سبيل إرجاع العراق إلى موقعه الريادي وأخذ دوره في استقرار المنطقة وفي استقرار المنطقة. وكون العراق يتمتع بكثير من الميزات، موقعه الاستراتيجي، ثرواته، الاستقرار الذي يعيشه الآن، الوضع الأمني الذي يعيشه الآن، هذا كله مؤهل ليؤهل العراق أن يأخذ دور الدولي، والزيارات هي جزء من إرجاع العراق لهذا الدور. طيب فيما يتعلق بغزة، ممكن العراق يلعب دور في إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة؟ العراق ممكن يلعب دور، لكنه الدور راح يكون محدود حقيقة.
لأنه هو يعني صديق إلى الولايات المتحدة، صديق إلى إيران، صديق إلى لبنان، صديق إلى دول عربية كثيرة، فيستطيع أن يكون يأخذ دور الوساطة والمفاوضات، وهو حريص على سلامة الشعب الفلسطيني وسلامة أراضيهم أخواننا في أهلنا في غزة. طيب كعضو لجنة العلاقات النيابية الخارجية، برأيكم ما هي مخرجات هذه الزيارة إلى مصر وتونس؟ مفاجأة؟ مخرجات هذا اللقاء. مخرجات. أي. بالتأكيد الزيارة ستتناول ملفات اقتصادية بين البلدين، سواء العراق ومصر أو العراق وتونس. هذا الجانب الأول. جانب التعاون في مجالات عديدة استثمارية اقتصادية، وكذلك تعاون أمني موجود سيكون حاضرا مناقشة هذه الملفات، فضلا عن مناقشة القضية الوطنية المهمة، القضية العربية المهمة، هي قضية إخواننا الشعب الفلسطيني وما يعانيه أهلنا فيها. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ عامر الفايز عضو لجنة العلاقات النيابية، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. أستاذ علي، بسؤال أخير، هل المواطن راح يكون متفائل بهذه الزيارة؟ هل سترى النور؟ راح تترجم على أرض الواقع؟ لو حالها حال باقي الزيارات التي لم تؤتي أكلها للأسف؟ لا ستفرح، يعني حقيقة أنا أختلف في الضيف الكريم في موضوع زيارات السيد السوداني. قد لم نصل فعلا إلى المستوى المثالي، لكن أنا أعتقد مجموع الزيارات اللي ذهب بها السيد السوداني حققت نتائج إيجابية، ودليل ذلك لو قارنا حكومة السيد السوداني بالحكومات السابقة أن هنالك فوارق كبيرة جدا بدأت تظهر على أرض الواقع، على مستوى البنى التحتية، على مستوى الاستقرار الأمني، على مستوى الانفتاح الخارجي، على مستوى عودة العراق للدور الريادي والمحوري. فبالتالي هذه الأمور لا تأتي بيوم حقيقة ولا بسنة، تحتاج إلى صبر وإلى وقت كبير جدا، خصوصا أن العراق طلع من مراحل صعبة جدا. لذلك علينا أن نتفاعل فعلا إيجابيا مع هذه الزيارات. قطعا زيارة مصر لها مردود إيجابي نتوقع في المرحلة القادمة. أكرر، الشركات المصرية تمتلك خبرات كبيرة جدا وتقدم عروض واطئة الكلفة للحكومة العراقية، وهذا ما يجعل الإنتاج سريع وكبير جدا على مستوى الأرض العراقية. نعم. في مجالات عدة، المجال السياحي، المجال الزراعي، والمجال الصناعي، وخبرة الشركات المصرية أصبح واضحة. يعني نتمنى أن تكون هذه الزيارة مثمرة ونستطيع نقل تجارب الدول الناجحة إلى العراق. عضو الوفد المرافق للسيد السوداني الأستاذ علي فضل الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. الأكاديمي والسياسي السابق الدكتور نديم الجابري، حياك الله على كل ما تفضلت به، شكرا جزيلا. كل الشكر إلى موفدنا إلى مصر زميل ظفر علي، حياك الله ظفر. ملفنا الثاني راح يكون عن استثمار السياحة الدينية في تعظيم إيرادات الدولة، ورح نفتح وياكم بتقرير شيبان سامي لنتابع. يواجه العراق منذ سنوات طويلة مشكلة في تنويع الإيرادات المالية العامة، حيث يعتمد على قطاع النفط وصادراته الشهرية، وهو ما يسلط الضوء على إمكانية الاتجاه لاستغلال القطاع السياحي، خصوصا مع وجود الكثير من المراقد الدينية التي تجذب ملايين الزائرين سنويا لتجعل منهم موردا ماديا إلى خزينة الدولة. من نعم رب العالمين علينا أنه هي الزيارة الأربعينية، وأيضا وجود المراقد المقدسة والسياحة الدينية وازدهارها بالعراق، لربما هي مورد دخل مالي حقيقي بالنسبة لبقية الدول. لو كان موجود عندهم هذا الشيء كان استثمروه بشكل أفضل. لو تم استثماره من قبل السياحة الدينية بشكل جيد ممكن أن تدر إلى الدولة بموارد مالية كبيرة. ويرى خبراء في الاقتصاد أن أهم الخطوات المطلوبة لتنشيط القطاع السياحي بناء العديد من الفنادق التي تتناسب مع توافد أعداد الزائرين إلى البلاد، فضلا عن بناء مشاريع سياحية متكاملة بهدف تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. من الواردات الغير نفطية المهمة في العراق قطاع السياحة المهمل كثيرا من قبل الحكومة العراقية، حقيقة إذا ما فعل هذا الجانب بشكل صحيح أعتقد بأن العراق سيحتاج إلى كم كبير
من الفنادق ومناطق السياحة والاصطياف، بالإضافة إلى ذلك ما يستفاده العراق من تأشيرة المرور أو الدخول إلى العراق لغرض السياحة الدينية، خاصة وأن ما لا يقل عن 20 مليون زائر سنويا يدخل إلى العراق لغرض الزيارات الدينية. هذا الموضوع سيدر على العراق ما لا يقل من 5 إلى 6 مليار دولار سنويا. وتعد السياحة الدينية في العراق من أفضل القطاعات التي تشهد ازدهارا بعد سقوط النظام البائد، وسط مطالبات باستثمار وارداتها بصورة مثالية لدعم الموازنة والاستثمارات. من بغداد شابان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع رئيس الجمعية العراقية للسياحة الدكتور عمار ياسر قطان، حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالخبير في مجال السياحة الحقوقي توفيق العقيلي، حياك الله سيد توفيق. أهلا وسهلا سيد، مرحبا. أبدأ معك دكتور عمار، كيف يمكن أن نصف واقع السياحة الدينية في العراق؟ طبعا شكرا لكم والشكر الموصول إلى قناتكم الموقرة. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، أو نشكر الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل المرجعية العليا والعتبات المقدسة وجميع من يعمل في الخدمات ما يخص الدولة وقوى الأمن الداخلي جميعا والحشد الشعبي الذي ساهم في إنجاح هذه الزيارة، زيارة 40 الإمام الحسين التي أدرجت ضمن لائحة التراث العالمي ماديا. هذا إن دل على شيء، أصبحت ليس زيارة دينية إنما أصبحت زيارة وطنية. طيب، تسلط عليها الكثير من الإعلام اللي موجود، وشكر الموصول إلى هيئة الإعلام والاتصالات التي كثفت الجهود في إظهار هذه الزيارة للعالم أوسع من خلال الإعلام. هذه جهود استثنائية نشكر الجميع عليها. لكن خليني أرجع لصلب الموضوع، السياحة الدينية في العراق شنو رأيك؟ لأن أكو هواية اعتراضات عليها، يقول لك لا طرق لا فنادق لا مرافق سياحية، يعني نحن نستقبل زوار سنويا فوق 20 مليون، ما الذي قدم لهم؟ بعد التعافي والاستقرار في العراق الذي حصل من بعد الحروب التي مر بها، لاحظنا أكو تغير في واقع السياحة حاليا. كانت في الأوقات السابقة أنه الزيارة تكون غير نظامية، اليوم بدأ التنظيم في كثير من مواقع القطاع السياحي. أما دا أحكي عن هذا الملف، واضح بدأ أوصل الفكرة لجنابكم والمشاهدين إن شاء الله. هذا التنظيم اللي حصل مو عن فراغ، حصل أكو مرافق سياحية بدأ العراق من خلال القطاع الخاص بدأ يطور هذه المرافق. اليوم عندنا ما يقارب 900 فندق في كربلاء، حسب إحصائيات هيئة السياحة 5 ملايين زائر أسكن في 700 فندق في كربلاء فقط. أما احنا عندنا 900 فندق في كربلاء المقدسة، 900 إذا مو يوصل إذا 1000 فندق غير المسجلات والمصنفات. هذه الفنادق جيدة طبعا، هاي جيدة مؤمنة طبعا، هل تليق بمستوى السائح اللي يجي للعراق؟ لأن بصراحة حأحكي لك أنا من ضمن الزائرين، لم أرى أنه الزيارة عظمت موارد الدولة، الطرق المؤدية إلى كربلاء لم تكن بالمستوى المطلوب، فتساءلت مع قرارة نفسي هل هذا ما يستحقه زائر الحسين عليه السلام؟ بالعكس، الزيارة حققت موارد إلى الدولة. أنطيك مثل أنه اليوم الدولة القطاع الخاص اشتغل من خلال المواكب اللي موجودة ومن خلال أصحاب الفنادق الموجودة وجميع المشتركين في هذا القطاع. اليوم الزائر من يروح سواء كان على حساب المواكب وغيرها، أبو الموكب راح يصرف ما شابه الطعام والسكن والجسمها كله، يحرك السوق، راح يشتري من المعامل والمصانع. طيب، اللي موجودة حرك السوق وعظم موارد الدولة، شلون انعكست على مدينة كربلاء؟ لم نرى جديد. بالعكس، مدينة كربلاء اليوم انعكست، صار بها بناء، صار بها بناء فنادق جديدة عندهم، صار بيها مدن للزائرين جديدة، انفتحت طرق جديدة من خلال اللجنة العليا التي من خلال مكتب رئيس الوزراء. كثير من الطرق وما يخص الزيارة
أطلق دولة رئيس الوزراء مشاريع خدمية, مشاريع خدمية ما قارب 37 مشروع خدمي. أستاذ توفيق, أنت شنو رأيك بهذا الكلام؟ مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام لقناتكم العريقة والكريمة. سؤالك ضمن قوسية هو ما هي الخطط والتخطيط لأن تكون سياحة دينية عملية وعلمية واقتصادية؟ تم جبتها من الآخر, هو هذا محور سؤالك. هذا هنا علينا نعرف انه احنا مؤشراتنا للسياحه الدينيه بالعراق واضحه, عتبات مقدسه موزعه على عده محافظات, وزيارتها على مدار السنه كلها العامل. طيب اذا علينا نامن اماكن ايواء, هذا منه مسؤوليه من مسؤوليه هيئه السياحه, لانه فنادق وكذا المفروض اكو خطه انه شلون نامن فنادق اي اماكن. عندك 900 فندق في كربلاء المقدسه, اليس كافيا؟ انا يعني الارقام ما راح اشكك بها ولا اقول معقوله لو مو معقوله, انا راح اقول هاي ال 900 شقد تصنيفها وشقد درجاتها وشلون اثاثها وشلون وشنو مستواها. جيده تليق بالزائر, وهذا ما تفضل به استاذ عمار. جيد مو مقبولة بحدود تصنيفها. طيب بس هل كل الزوار يعني كل السواح بيقبلون هاي الخدمات؟ احنا علينا نعرف انه اكو شيء مهم. استاذ توفيق احكي لي اياها بصراحة, السياحة الدينية في العراق شنو رأيك بها؟ هل هي ضمن المعايير المطلوبة لو اقل من المعايير؟ لا اقل من المعايير. انا رجل يعني لي 30 اكثر من 30 سنة عملت بالقطاع السياحي. يعني شنو رأيك بالسياحة الدينية في الكاظمية المقدسة؟ السياحة الدينية ليست بالمستوى المطلوب, مع العلم أنه هي يعني الخدمات المتوفرة في السياحة للسياحة الدينية ليس بالمستوى المطلوب. خلينا نحكي بصراحة, هل يليق بزائر الإمامين الكاظمين أن يسلك كل هذا السوق؟ لا لا لا, ويدخل بالوسط, يعني هذا مناسب للزائر؟ ستي أس انتقلنا من الإيواء إلى الطريق المؤدي أو الطرق اللي يستخدمها هسه الإيواء. نقول لك بيوت الناس مفتوحة للزوار, ماكو مشكلة. بس إحنا هسه خلينا نحكي على طرق تفتقر للكثير من الخدمات. ستي إحنا ناخذ زيارة الأربعين فقط أم ناخذ لا لا واقع السياحة الدينية؟ لأن زوار الأربعين جو للكامل. زيارة الأربعين نعتبرها حالة محددة بنشاط معين يستثمر, المفروض إحنا لو شو يستثمر, لأنه نجعل من العراق بلد مر للإيرادات السياحية على مدار السنة على ضوء زيارة الأربعين. يعني زيارة الأربعين, زيارة الأربعين, زيارة الأربعين استخدمها. ما احنا بعد أيام عندنا زيارة وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, عندنا زيارة الإمامين الكاظمين وزيارة العسكرية للهمامين عليهم السلام, كلها هاي دا نعرف نعظم إيرادات الدولة. هل هي بالمستوى المطلوب؟ أنا ما أتحدث عن الزيارة, أتحدث عن الجهد الحكومي والقطاع الخاص. أكو فرق بين نقطتين سيدتي. شنو فرق أنه نعظم إيرادات الدولة, وفرق أنه نجعل من السياحة مشاريع استثمارية للقطاع الخاص والقطاع الحكومي مختلط. يعني نجي انت تعظيم ايرادات الدوله شلون تكون بالقطاع السياحي في السياحه الدينيه؟ اكو يعني للدوله مشاريع بها؟ لا ماكو. اذا يحتاج شنو؟ زج القطاع الخاص, فتح فرص استثماريه للقطاع الخاص. اما الدوله دورها شنو راح يكون؟ دورها بالبنى التحتيه, طرق, أما خدمات. عندنا بنى تحتية ملائمة للسياحة الدينية في العراق؟ لا أصلاً لا, هذا مو مجرد. إذن ما عندنا للبداية. وهي ستي إحنا بالبداية خلينا نقول إنه السياحة قطاع مرتبط بقطاعات أخرى, بالنقل, بالطرق, بالاتصالات. خلي أستاذ عمار يجاوبني على هذا السؤال. هناك مؤشرات دولية وعالمية تخص التنمية للقطاع السياحي, عدة من ضمن هذه المؤشرات هي البنى التحتية, النقل, المطارات, الخدمات بأصنافها, النشاطات السياحية اللي موجودة اللي تقدمها الشركات السياحية والمرافق السياحية, هذه كلها معايير عالمية
فيما يخص تنمية القطاع السياحي. خليني أسألك سؤال مباشر تسمح لي بس أوضح لك الفكرة. أنه قطاع السياحة ممتد على جميع القطاعات. اليوم القطاع السياحي مشارك قطاع النقل، قطاع الصحة، البلديات، الأمانة، كثير من هذه القطاعات مشتركة في القطاع السياحي. اليوم السائح من يريد يجي يدخل إلى العراق لازم يلقى وسائل الراحة، الفندق، المطارات. اليوم احنا من ضمن هذه الخدمات اللي نحتاجها واللي عندنا نقص بها مثل ما تفضلتي، احنا بدأنا الآن من ضمن الخطط الاستراتيجية اللي عدت من هيئة السياحة أو وزارة الثقافة أو مكتب رئيس وزراء، هي فتح مطارات جديدة، طرق يا ونقل. يا أستاذ يا دكتور احنا ما عندنا شجرة يحتمي بها الزائر، ما عندنا طريق سالك. احنا اليوم بداياتنا من المطارات، احنا ليش نبدي من هذه النقاط؟ أرجو أسألك سؤال مباشر واضح وصريح. احنا من بداياتنا نشتغل عليها. حضرتك زائر الإمامين الكاظمين عليهم السلام؟ طبعا زائر. شنو رأيك بالطريق المؤدي إلى الإمامين؟ هل هو طريق يليق بالسياحة العراقية بكل الضغوطات، بسوقة، بالناس، بكل هذا؟ هل يليق بسائح عراقي يأتي من خارج العراق لزيارة المرقدين؟ بصراحة وبتجرب بصراحة ليس بالمستوى المطلوب. نسبة يعني اللي موجود 70%. أنا 70% ليس مستوى مطلوب طبعا، يعني أنتم اللي محققين فقط 30%. فيما يخص هاي الخدمات، احنا نحكي على الخدمات، لان انت تعرفين اكو هناك جهات مرتبطه عديده بالقطاع السياحي. اليوم هي منو مرتبطه؟ العتبه الكاظميه هي مسؤوله عن الاستملاك اللي موجود. خلينا نتحدث عن الطرق، هي الطرق الى المدينه، الى المدينه. منو يستملكها؟ الدوله خصصت، الدوله خصصت مبالغ ماليه لاستملاك هذه العقارات اللي موجوده قريبه على الامام. ما دحكي عن القريبه، عن هو الإمام. اللي تؤدي اليوم هاي تؤدي الى الطرق. اليوم اكو سوق، وسوق شعبي غير مرغوب به، الله يخليك. فعلا اليوم السائح من يريد يروح يزور ويتحمل كل هذه الصعاب، شلون يرجع مره ثانيه؟ خلي اكون وياك منطقيه بالسؤال. فعلا، بس احنا اليوم الدوله من دا تستملك دا تفلش هاي الاسواق اللي القديمه، وتلاحظين اكو توسعه بالامام. يعني هم راح ارجع اقول لك مو التوسعة بالامام سلام الله عليه. احنا شلون السوق ليس مناسبا لان حتى العائله تمشي سوق من نانا وسوق من نانا وهوسه من نانا وصياح من نانا. هل هذا يعني خلي احكي لك يا سياحتنا الدينيه مثل سياحتنا الدينيه في ايران؟ لا ما لنا علاقه. ايران صار لها بالستين سنه مرتاحه. احنا من بعد 2003 اللي تحررنا فوق ال20 سنه. هسه بدينا كنا حروب داعش وغير داعش. ايران عندها حصار اقتصادي صار له سنوات من السبعينات. الان هي اصبحت حكومه الخدمات بدات تعمل وتفتح شوارع وغير الشوارع. عن بالسابق يعني انا ما عندي. شوف الواقع، السياحه الدينيه في العراق، في بغداد، في سامراء المقدسة، اكو تطور. انا وعدك اكو تطور. النجف الاشرف، اضرب لك مثال. اليوم احنا مو فقط عندنا السياحه الدينيه هي الاماكن المقدسه. تعال. ليش عندنا سياحه دينيه وهي تشمل حج المسيح؟ اور ما عندنا بها سياحه دينيه، الموصل ما عندنا بها سياحه دينيه. احنا هسه على الاعداد المليونيه اللي الاعداد المليونيه اليوم انا من يجي السائح، بس من يجي السائح فقط يزور الاماكن الدينيه؟ لا. استاذ توفيق عنده تعليق على ما تفضلت به، شنو هو؟ العفو، الحوار اللي كان هو انه هذا السوق ما يليق هو فعلا ما يليق يعني، لكنه هذا السوق ما خاضع الى قرار هيئه السياحه او جهه معينه. انت قلت هيئه السياحه مرتبطه بجميع الجهات. مرتبطة. طيب هيئه السياحه ليش ما تضغط على الجهات تقول لها يابا انا كهيئه سياحه بالضبط انا ما يجي لي سائح بسببكم؟ هذا يطلب، هذا ايش يحتاج؟ يحتاج تخصيصات ماليه من الدوله لغرض الاستملاك. هو هذا السؤال، ما عندكم تخصيصات؟ لا مو هذا الدوله، مو هيئه السياحه، لانه الشارع اللي المكان اللي يتم استملاكه ما راح يكون عائديته الى هيئه السياحه ولا الى وزاره الثقافه ولا الى، راح تكون عائديته الى وزارة المالية وإلى أي جهة مسؤولة عن الوقف الشيعي. بالتالي فإذا العملية، بس هو سؤالك هنا، إحنا بالملايين اللي قامت بالأربعينية هل فكرنا أنه نسوي مطاعم الطرق؟ لا والله، الطريق قاحل، شجرة ما بيه حتى تحتمي تحضر. إذن شوف هسه رح أجيلك، هسه سيد رح أجيلك على السياحة. وليش اقول لك اكو تخطيط ولازم؟ المفروض احنا الان بزياره المليونيه هاي اكو ناس مختصين، ما اريد اقول لهيئه السياحه او فلان جهه، لا
المفروض اكو مختصين شغلهم انه ياشرون الملاحظات مثل ماكو مكان لجلوس بس الزائر. اكو شغلهم انه ياشرون الملاحظات مثل مدرب مال الفريق مد يلعب ويأشر ملاحظات على مد يعالج. المفروض هسه اكو هيئه مشكله من قبل الحكومه، هاي الهيئه بها مختلف الجهات حتى القطاع الخاص يقعدون يجلسون شو يسوون يشوفون شنو مقترحاتهم لمعالجه مستقبلا مقدم الهيئه العليا لزياره الاربعين. بس يا دكتور فكرة ستي هاي المفروض واجبها، ما انا ما اريد استخدم طريقه يعني هاي جي المفروض ها انت تريدها تايهه على لا 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 ليش ما تسميه للجهات المسؤوله حتى للمواطن اليوم عنده الف سؤال براسه. المفروض المفروض طالما اكو جهه مختصه بهالعنوان هي مسؤوله، يعني يا عنوان مسؤولة حدد لي إذا أكو جهة مسؤولة إنه الهيئة العليا لزيارة الأربعين فهي مسؤولة الآن تقدم مقترحاتها ومشاهداتها اللي شافتها عن هذا الزيارة السؤال ثم تعطيها للجهات القطاعية. إذا هذا السؤال لدكتور عمار. دكتور عمار ستي العزيزة، إحنا حتى نحل هاي المشاكل اللي موجودة قلت لك السياحة مرتبطة على كل القطاعات، بس هناك أراضي غير مملوكة للقطاع السياحي كثيرها من ضمنها الوقف السني الوقف الشيعي عقارات الدولة، احنا ما نقدر نستحوذ عليها ونقولهم يابا انطونا اياها لان كل واحد يقول لك هذا القطع ماتي. احنا نفضل ونرشح حتى نقدر نطلع من هذه المعضلة والمشكلة هو تشكيل مجلس اعلى للسياحة. شو يضم هذا المجلس الاعلى للسياحة حتى نحل مثل ما تفضلتي احنا نزرع شجر ونسوي طريق وناخذ نستملك. هذا المجلس الأعلى للسياحة يختص من جميع الوزارات اللي موجودة سواء وزارة المالية، النقل، البلديات وما شابه ذلك ومن ضمنها القطاع الخاص. هاي تحدد وترسم خارطة طريق للقطاع السياحي. لماذا لا يتم أخذ وليس فقط القطاع السياحي والقطاعات الأخرى، لماذا لا يتم أخذ مبلغ مادي بسيط جدا ورمزي جدا، وأنا أعني هذه الكلمة لأنه زائر أبو عبد الله هو على العين وعلى الرأس، هذه المبالغ تستثمر لخدمة الزائرين بتوفير طرق، بتوفير مطارات، بتوفير أماكن للجلوس والراحة، كافتريات، الكثير من الأمور. في 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 قانون هيئة السياحة وهو رقم 14 لسنة 96 المادة 25 حددت فرض استحصال مبالغ مالية من قبل السائحين والزوار إلى العراق. هذه المبالغ تحدد، سبقا كنا ناخذ على الزائر وسائح 10 دولار، اليوم في اجتماع مجلس إدارة هيئة السياحة انه طالبوا باضعاف هذه المادة الى 25 دولار. 25 دولار لأن وانت عندك 21 مليون زائر، ايش قد المبلغ يصير؟ لان 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 القطاع السياحي بس انت اوصل لك الفكره. اي مو عندي دقيقتين انا بدي اعرف لان هيئه السياحه هي تمويل ذاتي زين وليس مركزي. انت عندك 25 دولار انا اليوم اللي دخل لي 25 لا معذره دكتور لا تصحيح لا 3 ملايين لانه رسميا العاسف دكتور رسميا الجهات المعنيه قالت 3 مليون 10 دولار و 3 ملايين سائح يدخل لك، ايش قد المبلغ الاجمالي؟ مو هنا تحسبين 10 ملايين مو اكو هنا صارت اختلاف، احنا في سنه من السنين بسنه 2019 والله بس احسب لي اياها وراح ارجع لك نفصلها للمواطن، ايش قد المبلغ يصير؟ كذا مليار يطلع كذا مليار، من كذا مليار ايش قد لهيئه السياحه وايش قد للحكومه؟ هنا أنا في سنه 2019 مجلس الوزراء قرر بشخطه قلم الغاء المبالغ الخاصة بالفيزا الحكومي وهي كانت 40 دولار، إلغائها من هيئة السياحة وأخذها للحكومة. لا لا هي إلغت الفيزا ما بين الدول المجاورة حتى عندك السنوات السابقة وين يا أستاذ؟ من لغتها لغت وياها العشرة دولار اللي خاصة في هيئة السياحة وهي خدمات سياحية، فاللغت بعد ما قامت تدخل الى هيئه السياحه هذه الموارد حتى قبل 2019 وين راحت الفلوس؟ لا سابقا عندنا موارد تدخل الى هيئه السياحه وين شفناها؟ الله وكيلك الطريق من بغداد من الوند الى كربلاء المقدسه نفس الطريق من سنوات. اي بس مو مسؤوليه هيئه السياحه ولا وزاره هي مسؤوليه مشتركه. رئيس الجمعيه العراقيه للسياحه الدكتور عمار ياسر قطان حياك الله، شكرا جزيلا. الخبير في مجال السياحه الحقوقي توفيق العقيلي شكرا جزيلا حياك الله على كل ما تفضلتم. والآن ننتقل بكم إلى الموجز الخبر، خلوكم ويانا. محكمة جنايات مكافحة الفساد تصدر أمراً بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبور المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية. محكمة
حكمت جنايات ميسان تصدر حكما بالسجن لست سنوات بحق مسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان بجريمة الاختلاس. النزاهة تعلن صدور حكم بالسجن 10 سنوات لمسؤول سابق في صحة صلاح الدين استيلائه على 8000 علبة أمبول تخثر دم. وقيادة عمليات بغداد توقف القبض على أحد المطلوبين الهاربين بجرائم الابتزاز والرشوة في جانب الرصافة. وزارة التربية تعلن الشروع بتوزيع الكتب منذ حزيران واستمرار الجهود المشتركة مع الأمن الوطني لملاحقة أصحاب المكان. حصاد اليوم انتهى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.